إنها الساعة الثانية من العالم الليلة، هذه أبرز العناوين فيها. انقلاب في فرنسا، أقصى اليمين يفوز في الجولة الأولى وفق تقديرات، وتوقعات بتحقيق الأغلبية في الجولة الثانية، وماكرو يدعو لجبهة موحدة. بعد المناظرة الكارثية لبايدن، مصادر في البيت الأبيض تكشف كيف تم إخفاء حالة بايدن عن الجمهور، وبيلوسي تقول إن ترامب مصاب بالخرف. وفي غزة المعارضة تتهم نتنياهو بالفشل في تحقيق كل أهداف الحرب، ومصر تؤكد أنها لن تعيد فتح معبر رفح إلا بانسحاب إسرائيلي. ومع تبقي 3 أيام على الانتخابات، حزب المحافظين يحذر من تدخل روسي في الاقتراع، بينما تواصل حظوظه في التراجع. أهلا بكم. أهلا بكم. انقلاب في فرنسا، حزب التجمع الوطني الذي يتزعم تيار أقصى اليمين يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات. حصل الحزب على أكثر من 34% من الأصوات بحسب التقديرات الأولية. تقول ماريان لوبين زعيمة الحزب إن تيارها تمكن بشكل عملي من سحق معسكر ماكرو وأصبح في مقدمة المشهد السياسي. من جهتها تؤكد وكالة الأنباء الفرنسية أن التقديرات تشير إلى أن تيار أقصى اليمين سيحقق أغلبية نسبية كبيرة في البرلمان، وربما أغلبية مطلقة في الدورة الثانية من الانتخابات. ماكرو، هذا الرجل، دعا إلى تحالف كبير في مواجهة أقصى اليمين، يشمل أحزاب معسكره واليمين التقليدي وجزءاً من اليسار. هذا وأظهرت النتائج الأولية أن تحالف اليسار حصل على نحو 28.5%، فيما حل معسكر ماكرون ثالثاً بنحو 20.5%. الديمقراطية قالت كلمتها. الفرنسيون وضعوا التجمع الوطني وحلفائه في القمة ومحوا فعلياً تكتل ماكرون. بداية من الأسبوع المقبل سنبدأ في الإعداد لعملية تعافي فرنسا وإعادة وحدتها الوطنية، وأريد منكم الاستعداد للدور الثاني والذهاب للتصويت لجوردان بارديلا، لأنه في حاجة إلى أغلبية مطلقة حتى يسمى في غضون أيام رئيساً للوزراء من قبل ماكرون. فرضيتان اثنتان لا ثالث لهما في حال حصول أقصى اليمين على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الفرنسية. الأولى، إذا فاز بالأغلبية المطلقة وهي 289 مقعداً، سيستطيع تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة جداً، وسيكون الرئيس مقيداً في الكثير من قراراته. أما الفرضية الثانية مشاهدينا، إذا حصل الحزب على أغلبية نسبية، فقد أكد رئيسه جوردان بارديلا أنه لن يشكل حكومة ضعيفة التمثيل برلمانيا كي لا يكون تحت رحمة مذكرات سحب الثقة عنها، وهو ما سيسقطها ويحرق سياسيا مارين لوبين وحزبها كذلك. في هذه الحالة سيشكل الرئيس ماكرو حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين. من داخل دائرة الانتخابات لحزب التجمع الوطني معنا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنبر، وكذلك أيضا من ساحة التظاهرات التي من المفترض أن تنطلق في وسط باريس، حيث التظاهرة التي دعا لها أقصى اليسار هي ساحة الجمهورية. معنا فادي الدهوك، تحياتي لكما. أبدأ معك حسين، يعني الآن
الأنظار كلها شاخصة نحو المكان المتواجد أنت فيه الآن. هل من المتوقع أو يعني هل تلمست أنت وأنت موجود في هذا المكان أن هنالك أي ربما مخاوف أو المخاوف التي تحدث عنها خصوم اليمين أنه ربما تتغير الأوضاع بشكل كبير في فرنسا تحديدا بعد هذه النتائج التي ظهرت حتى الآن وهي غير نهائية بطبيعة الحال؟ دعني أشير محمد بداية إلى أنه لا أحد يتحدث عن اليمين هذه الليلة في فرنسا، الكل يتحدث عن أقصى اليمين، اليمين الذي كان يمثله حزب الدوغوليين أي حزب الجمهوريين، لم يحقق نتائج طبعا حل رابعا بحصوله على 10.5% من أصوات الناخبين، وهي نتيجة أفضل نسبيا مما كانت تتوقعه الاستطلاعات. أتحدث عن اليمين المعتدل حزب الجمهوريين الدوغولي، لكنه حل رابعا بعد حزب أقصى اليمين التجمع الوطني، ثم تحالف أحزاب اليسار، ثم التحالف الرئاسي أي حزب ماكرون وحلفائه. إذن لا نتحدث الليلة عن اليمين، اليمين حل رابعا، نتحدث عن أقصى اليمين. بالنسبة للنتائج، طبعا أنا موجود في المكان الذي ألقى فيه جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين، من على هذه المنصة الواقعة خلفي ألقى كلمة قال فيها أنه سيكون رئيس وزراء كل الفرنسيين. هو جدد قول ذلك، كان قاله أيضا قبل أيام، جدد قوله هذه الليلة، واعتبر أن الانتخابات في دورتها الثانية يوم الأحد المقبل ستكون واحدة من أهم العمليات الانتخابية في صحيح. تاريخ الجمهورية الخامسة منذ 1985. الأهم من كل ذلك نعم حاسمة، أن ماكرون دعا إلى تحالف واسع لكل التيارات الديمقراطية والجمهورية ضد أقصى اليمين، واعتبر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي قدرت الليلة ب 67.5% وهي نسبة غير مسبوقة منذ العام 1981، تؤشر على مدى اهتمام الفرنسيين بهذه الانتخابات، فيما دعا ميلانشون زعيم فرنسا الأبية من أقصى اليسار إلى عدم إعطاء أي صوت أو مقعد إلى أقصى اليمين، وأكد أن مرشحي حزب فرنسا الأبية سينسحبون من الدوائر التي يتصدر فيها أقصى اليمين أي في الدورة المقبلة، لإفساح المجال لتحالف ماكرون وحلفائه دون أن يسميهم ميلانشون، بل أفسح المجال لهذا التعاون مع حزب ماكرون، وهو ما لمح إليه ماكرون أيضا عندما دعا إلى أوسع تحالفات ديمقراطية ضد أقصى اليمين. إذن الدورة المقبلة هي التي ستكون حاسمة، وهي التي ستحدد ما إذا كان حزب أقصى اليمين سيحصل على غالبية مطلقة أي 289 مقعدا أم أقل من ذلك، وستكون عندها غالبية نسبية لن تمكن جوردان بارديلا، لن يشكل معها حكومة كما قال. حسين، دعني أنتقل إلى ساحة الجمهورية. فادي الدهوك، كيف يبدو المشهد الآن بعد هذه النتائج؟ الصورة من خلفك يعني فادي تؤشر إلى أن هنالك تجمعات بدأت بالفعل بالتوافد إلى هذه الساحة. هل نتوقع تظاهرة حاشدة تعبيرا عن رفض يعني داعمي اليسار لهذه النتائج وإن كانت غير حاسمة حتى الآن؟ محمد، الجبهة الشعبية الجديدة التي تجمع أحزاب اليسار التي توحدت في هذه الانتخابات لمواجهة أقصى اليمين دعت إلى سهرة انتخابية هنا كما أسمتها في ساحة الجمهورية في 10:30 مساء. نحن الآن قبل ساعة ونصف من هذا الموعد، لكن هناك عدد كبير من أنصار اليسار الذين نزلوا بالفعل إلى الساحة، وهم الآن يوحدهم هتاف الثورة الإيطالية ضد الفاشية، يهتفون سيامو توتي أنتي فاشيستي. هذا الهتاف يصدح على ألسنة الجميع هنا، وهم يتظاهرون ليس احتجاجا على نتائج الانتخابات، وإنما ضد وصول أقصى اليمين إلى السلطة. يقولون أن بارديلا يكره الجميع، في إشارة إلى جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني الذي حصد حزبه حتى الآن بحسب النتائج الأولية 33%، فيما
فيما حل اليسار طبعا في المرتبة الثانية ب 28.5%. كان هناك دعوات من جان لوك ميلانشون كما ذكر زميل حسين لعدم إعطاء أي صوت لحزب التجمع الوطني، وذلك بانسحاب المرشحين الذين كانوا للأحزاب اليسارية وحلوا في المرتبة الثانية الانسحاب لكي يقطعوا الطريق ولا يشتتوا الأصوات لكي لا تذهب إلى أقصى اليمين. وكذلك كان هناك دعوة من إدوارد فيليب رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس ماكرون والذي أيضا يشارك معه في الكتلة النيابية في البرلمان الذي تم حله، أيضا دعا إلى عدم التصويت إلى الكتلة أو إلى أقصى اليمين، لكنه أيضا لم يدعو للتصويت إلى حزب فرنسا العاصية على سبيل المثال، ولكنه أيضا دعا المرشحين عن حزبه الذين حلوا ثالثا في هذه الدورة إلى الانسحاب من أجل إفساح المجال أمام المرشحين الآخرين الذين يواجهون أقصى اليمين لكي يفوزوا ولا يعطونهم أصوات ومقاعد إضافية في البرلمان. محمد، طيب فادي دعني أنتقل إلى حسين. يعني نشاهد نحن الآن هذا المشهد الذي يمضي إلى نقطة الاحتقان دعنا نقول، هل ثمة مخاوف الآن من حدوث أي توترات أمنية ربما تحدث بعد الدورة الثانية أو حتى ربما في مقبل الأيام حتى قبل الدورة الثانية؟ نعم، في الواقع تحدث وزير الداخلية عن ذلك جيرال دارمانا، وتحدث أيضا وزير الاقتصاد والمال برونو لومير، وتحدث كذلك قائد شرطة باريس لوران نونيز عن هذا الاحتمال عندما توقع حصول تظاهرات يمكن أن تكون عنيفة بعد الدورة الأولى ولكن خصوصا بعد الدورة الثانية. ووزير الداخلية كان توقع حصول أعمال عنف على هامش العملية الانتخابية. المخاوف كثيرة وكبيرة، وأكبر منها احتمال حصول أزمة مؤسسات، أزمة دستورية، أزمة نظام، إذا لم يتمكن أي فريق من الحصول على الغالبية المطلقة في الدورة الثانية في 7 من الشهر المقبل. عندئذ لن يكون ممكنا لأي فريق تشكيل حكومة لأنه لم يحصل على غالبية مطلقة، وعندئذ سيضطر رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة من تكنوقراط، أي من وزراء تقنيين غير حزبيين. الأخطر من كل ذلك أن مارين لوبان بدأت تلمح إلى أن صفة قائد الجيوش التي يتمتع بها رئيس الجمهورية محمد هي صفة فخرية، وقالت أن أي وزير دفاع يعينه حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين سيضع خطوطا حمر لرئيس الجمهورية. رد فورا وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لكورنو فقال أن الدستور ليس فخريا، وهو واضح، هو يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واضحة فهو ضامن وحدة البلاد. إذن حزب التجمع الوطني يلمح إلى أنه في حال الحصول على غالبية مطلقة فإنه هو من سيعين وزير الدفاع، ولن يكون بإمكان ماكرون بعد اليوم إرسال قوات إلى أوكرانيا كما قالت مارين لوبان حرفيا قبل أيام. حزب التجمع الوطني قال أيضا أنه لن يعطي حملة الجنسية المزدوجة، أي الذين يحملون الجنسية الفرنسية وجنسية بلدهم الأم، لن يعطيهم مواقع حساسة في مجالي الأمن والدفاع. وهذا كان مثار انتقادات كبيرة اتهمت أقصى اليمين بمخالفة الشعار الثلاثي للجمهورية الفرنسية، حرية إخاء مساواة. ثم كان هناك مرشح من الحزب نفسه قال أنه لن يكون هناك وزراء من حملة الجنسية المزدوجة، ثم استنكرت مارين لوبان نفس هذا التصريح واعتبرت أنه لا يعكس وجهة نظر الحزب. مخاوف كثيرة أمنية وسياسية إذا فاز حزب أقصى اليمين في الدورة الثانية من الانتخابات. محمد، سنتابع المشهد الانتخابي من فرنسا في هذه الدورة وكذلك أيضا في الدورة الثانية. أنا أشكرك مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر وكذلك أيضا فادي الدهوك من ساحة الجمهورية، تحياتي لكم. مولود، ماذا بعد هذه النتائج؟ بحصول حزب أقصى اليمين ب 34% من الأصوات قد تواجه فرنسا سيناريو غير مسبوق بسيطرة التيار على أغلبية نسبية أو حتى مطلقة بعد الدورة الثانية من الانتخابات. في حال وصل حزب أقصى اليمين لرئاسة الحكومة الفرنسية ستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة عن هذا التيار منذ الحرب العالمية الثانية. كما يوجد أيضا خطر حقيقي من أن تكون الجمعية الوطنية الفرنسية متعثرة
بدون احتمال تشكيل تحالفات، لأن المعسكرات الموجودة ستكون شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا نحو المجهول. منذ الحرب العالمية الثانية مرت على فرنسا ثلاث فترات تعايش، إذ كانت الحكومة من أطياف سياسية مختلفة عن الرئيس، لكنها لم تكن أبداً من أقصى اليمين. هذه الصورة لرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك حينما كان رئيساً للجمهورية طبعاً، وكان رئيس الوزراء ليونال جوسبان زعيم الحزب الاشتراكي. وتعايش الرجلان أنذاك منذ 97 حتى 2002. وسيتعين على ماكرون هذه المرة التعامل مع البرلمان الجديد لعام واحد على الأقل، يمكنه بعد ذلك الدعوة لانتخابات مبكرة أخرى. شكراً يا مولود. على أي حال، أنا أحيل كل هذه النقاط التي ذكرتها إلى ضيفتي من باريس ليال بشارة، كاتبة الصحفية، تحياتي إليك. يعني تحدث زميلنا مولود عن عدد من النقاط المهمة. هذه النتائج، نتائج الجولة الأولى، أعطت صورة عن مشاعر الناخبين بشكل عام، ولكن ليس بالضرورة طبعاً هي تعبر عن التركيبة الإجمالية للجمعية الوطنية القادمة. لكن في ظل هذه المؤشرات الحالية، أي مستقبل ينتظر فرنسا؟ على كل تبدأ انتخابات أخرى اعتبارا من يوم الاثنين، انتخابات هي الدورة الثانية، الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات، انتخابات التشريعية المبكرة هنا في فرنسا. قبل أن نتحدث عن شكل الجمعية، كيف ستحكم فرنسا مع جمعية مفتتة فيها أحزاب، لا يتمتع أي حزب بالغالبية المطلقة، لنرى التحالفات التي يمكن أن تنتج. هل تتحالف الأحزاب؟ هل سيدعو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصويت إلى أحزاب اليسار لقطع الطريق على اليمين المتطرف بالفوز بالأغلبية المطلقة بالدورة الثانية؟ اليمين المتطرف النتيجة التي حصل عليها لن تتغير، ما يعادل 250 مقعدا، ما زال بحاجة إلى مقاعد لكي يصل إلى 289 الغالبية المطلقة، لكي يعين رئيس الوزراء من صفوفه جوردان بارديلا زعيم التجمع الوطني. لكن ما يمكن أن يتغير هي نتيجة أحزاب اليسار جمعاء الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أحزاب اليسار. طيب، الرئيس الفرنسي والأحزاب المتحالفة معه دعا إلى تشكيل شد جمهوري، لكن الأغلب أن باجتماع الوزراء غدا بقصر الإليزي زعيم الأغلبية رئيس الوزراء جابرييل أتال أو من اعتبار من هذا المساء سيدعون إلى التصويت. طيب، لأحزاب اليسار من غير الأحزاب اليسارية المتطرفة، أي حزب فرنسا الأبية. طيب، يدعون إلى التصويت لحزب الحزب الاشتراكي والبيئيين لقطع الطريق على. طيب، اليمين المتطرف في الدوائر التي سيكون فيها هناك ثلاثة مرشحين. طيب، على مرشح أن ينسحب بحساب. أستاذة ليال، يعني طالما أنك أتيت على جزئية التحالفات، نعلم وتعلمين ويعلم المشاهد كذلك أن نظام التصويت هو معقد، وذكرت أنت أيضا أن الأحزاب ستعمل بين الجولتين على عقد التحالفات في بعض الدوائر الانتخابية أو الانسحاب أيضا من دوائر أخرى. برأيك يعني هذا التكتيك هل سينجح يعني في الفترة القادمة، أم أنه من باب تجربة المجرب، جرب هذا الفعل من قبل؟ يعني على أغلب الظن أي يمكن أن ينجح. اليمين المتطرف حاز على 34%، أحزاب اليسار جمعاء 29%، وحزب الرئيس الفرنسي 10%. إنما أجرينا عملية حسابية، حزب الرئيس الفرنسي مع أحزاب اليسار أصبحنا مع 39%، نفوق أحزاب اليمين المتطرف، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب الجمهوريون النواب الذين التحقوا به الشق إريك سيوتي الذي أعلن عن تحالفه مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. كل هذا يستند، هل سيقبل الرئيس الفرنسي بما أعلنه زعيم فرنسا الأبية قطع الطريق على مرشحي اليمين المتطرف بالدوائر التي سينسحب منها نوابه أو المرشحون من حزب فرنسا الأبية لصالح مرشحين آخرين، على أغلب الظن مرشحي حزب المعسكر الرئاسي، معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حتى الساعة ليس هناك أي رد من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أحد أطراف هذا المعسكر إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب آفاق
دعا مرشحيه بالدوائر التي يتواجهون فيها مع حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية، دعا إلى عدم ترك الساحة، ولكن إلى ترك الساحة أمام الأحزاب الأخرى الجمهورية التي تعتبر هنا جمهورية، أي الحزب الاشتراكي والحزب البيئي. سيكون الانسحاب لهذين الحزبين إن كان من طرف تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو من تحالف أحزاب اليسار جمعة، لقطع الطريق على اليمين المتطرف. نعم. الذي لن تتغير نتيجته. طيب. لأنه ليس لديه أحزاب تتحالف معه، التحالف يمكن أن يحصل مع حزب الرئيس أو نعم. مع أحزاب اليسار. ليال بشارة الكاتبة الصحفية، تحياتي إليك، كنت معنا من باريس. صعود أقصى اليمين إلى السلطة سيكون بمثابة الكابوس للاتحاد الأوروبي، حيث قال رئيس حزب التجمع الوطني باردلأب في وقت سابق إن الوصول إلى السلطة سيمثل عودة فرنسا للدفاع عن مصالحها في أوروبا، وإنه مستعد للتفاوض على إعفاءات من قواعد الاتحاد الأوروبي لفرنسا، الأمر الذي أثار حفيظة الزعماء الأوروبيين. وكان أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قال إن دعوة ماكرون للانتخابات المبكرة مقامرة كبيرة تؤثر على التكتل الأوروبي بشكل كامل، خصوصا مع وجود رياح عاتية قادمة من أين؟ من المجر. ما التفاصيل يا فلك؟ محمد، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتزم تشكيل كتلة برلمانية أوروبية جديدة مع حزب أقصى اليمين النمساوي والحركة الوسطية التشيكية بزعامة رئيس الحكومة السابق أندري بابيش. الكتلة الجديدة أطلق عليها اسم وطنيون من أجل أوروبا، تحتاج لدعم من أحزاب من 4 دول أخرى على الأقل ليتم الاعتراف بها ككتلة في البرلمان الأوروبي. وبحسب أوربان هذه الكتلة الجديدة ستغير السياسة الأوروبية. الزعماء 3 وقعوا بيانا وطنيا تعهدوا فيه بإحلال السلام والأمن والتنمية بدلا من الحرب والهجرة والركود الذي من وجهة نظر أوربان تسببت به النخبة في بروكسل. طبعا الجدير بالذكر أن المجر ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر تعهدت خلالها بالدفع من أجل سياسة أوروبية قوية تحت شعار جعل أوروبا عظيمة مجددا، وهو ما يذكر بشعار مماثل يرفعه دونالد ترامب في بلاده. إنها حقبة جديدة تبدأ هنا، واللحظة الأولى وربما الحاسمة في هذا العصر الجديد هي إنشاء فصيل سياسي أوروبي جديد من شأنه أن يغير السياسة الأوروبية. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. نيكي هيلي تنصح ترامب بالاستعداد لمرشح ديمقراطي أصغر سناً بعد استبدال بايدن. أهلاً بكم من جديد. بعد أدائه المخيب لأمل الحزب الديمقراطي بايدن يحاول تهدئة المانحين الغاضبين، لكن محاولته باءت بالفشل. بايدن اعترف في حملتين لجمع التبرعات بأنه فشل بالمناظرة وأكد أنه سيقاتل بشراسة، لكن لأحد المانحين هناك رأي آخر نقلته صحيفة بوليتيكو، حيث أبدى عدم ثقته بالرئيس الحالي. في الشارع لا تختلف الصورة كثيرا، فبينما يمر موكب بايدن في نيويورك وقف هؤلاء يقولون له نحبك، لكن حان الوقت لكي تنسحب. ومع كثرة التوقعات أن يؤدي الضغط أخيرا لانسحاب بايدن، صديقة اليوم وعدوة الأمس نيكي هيلي توجه تحذيرات لترامب وتدعوه للاستعداد لمنافس أصغر سنا، في وقت جددت فيه أيضا دعواتها لإجراء اختبارات معرفية لجميع المرشحين. لكن لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي رأي آخر، فردت على الدعوات بتنحي بايدن بأنها لن تدعو لمثل تلك الخطوة ولن تطالب أحدا بها، بل وذهبت لأبعد من ذلك. نستمع. This is an opportunity for Joe Biden to go out there and show he has the stamina and the rest. And by the way, while the press and for some reason they don't, there are healthcare professionals who think that Trump has dementia. مشاهدينا، نظريا الحديث عن استبدال بايدن بمرشح آخر يبدو سهلا للوهلة الأولى، لكنها عملية معقدة. هنا نسأل، ماذا يحتاج الحزب الديمقراطي لتغيير مرشحين يا روان؟
محمد يحتاج الوقت، لكن الصعوبة تكمن في أن عامل الوقت ليس في صالح الديمقراطيين. سيناريو استبدال بايدن عملية معقدة إن لم تكن مستحيلة بالأساس، لذا علينا أولا أن نعرف الآلية الواقعية لمثل تلك العملية السياسية. فبداية من الناحية السياسية يكاد يكون من المستحيل تصديق أن الديمقراطيين سيجبرون بايدن على الانسحاب من الترشح إن لم ينسحب هو من تلقاء نفسه من السباق، كما أن بايدن يعد المرشح الوحيد الذي يستطيع الحاضرون في المؤتمر الديمقراطي التصويت له، وحصل على 99% من أصوات مندوبي حزبه في الانتخابات التمهيدية. وفي حال انسحب بايدن فعلا من الترشح، يمنح هذا الواقع زعماء الحزب الديمقراطي وقتا أقل لتحديد من سيكون البديل مقارنة بما كان من المفترض أن يتاح لهم عادة. وهناك عقبة أخرى في ولاية أوهايو، يجب وضع اسم المرشح النهائي على بطاقة الانتخابات قبل الاقتراع بـ90 يوما، وهذا العام يصادف ذلك التاريخ 7 أغسطس، أي قبل أسبوعين فقط من بدء مؤتمر الحزب. وفي حال الرغبة باستبدال بايدن فيجب أن يحدث ذلك قبل انعقاد المؤتمر، وإلا لن يكون هناك مرشح للحزب الديمقراطي في أوهايو. لكن بالأساس من يستطيع أن يحل محل بايدن؟ أبرز الوجوه المطروحة هي نائبته كاميلا هاريس وحاكم كاليفورنيا جيفن نيوسوم، إضافة لحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر. I know just from what I watched, he was struggling. It was hard to just see this old guy up there barely being able to talk. With Biden, I think you need a healthcare professional alongside of him because he's a little bit over the hill. But I think you have to stay with him now and either go win or lose with him. And I think he should have the opportunity to finish his journey at least. The debate wasn't really something that was going to push me one way or the other. It's been his lack of action against genocide. I think that from the Democratic side, they need to do whatever they need to win. I think that's the most critical thing in this situation. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. تحياتي إليك ريتا. يعني كلنا ننتظر ما سيتكشف عن اجتماع بايدن بأسرته في كامب ديفيد لمناقشة قرار الترشح، هل نتوقع شيء ما؟ حتى اللحظة لم يكن هناك أي تسريبات عن هذا الاجتماع. من المعروف بأنه الرئيس بايدن دائما ما يجتمع مع عائلته لاتخاذ أي قرار سياسي إن كان سيترشح للانتخابات أو لن يترشح للانتخابات منذ بداية عمله في السياسة حتى اللحظة. كل ما تسرب من كامب ديفيد من الصحفيين الذين يرافقون الرئيس بأنه كان اليوم على الجدول تجمع للعائلة لالتقاط الصور في كامب ديفيد في أمام المقر، ولكن تم إلغاء هذه الفعالية. هذا كل ما تسرب حتى اللحظة، مع العلم بأنه الرئيس كان شدد ضمن الفعاليات التي قام بها حوالي 7 فعاليات في 4 ولايات، فعاليات انتخابية، شدد بأنه لن ينسحب من السباق الرئاسي على الرغم من اعترافه بأنه أخطأ وربما كان يمكن أن يكون أفضل في المناظرة التي جرت الخميس مع سلفه المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب. طيب بحسب متابعتك ريتا، يعني هل تغير شيء في مسألة استطلاعات الرأي؟ هل هنالك جديد بعد هذه المناظرة والأداء المعروف يعني الذي وسم ووصف بأنه ضعيف بالنسبة للرئيس بايدن؟ دعني أشير بأنه الاتصالات من حملة الرئيس بايدن بالديمقراطيين تكثفت في الأيام الأخيرة، إن كان من جيف ساينتست رئيس الموظفين في البيت الأبيض الذي اتصل بجميع صقور الحزب الديمقراطي إذا ما صح التعبير. وبالفعل كان هناك إجماع كبير من المسؤولين في الحزب الديمقراطي، إن كان من الرئيس باراك أوباما أو الرئيس بيل كلينتون أو حتى من نائب الديمقراطي عن نيويورك حكيم جيفريز، وأيضا نانسي بيلوسي وكامالا هاريس، جميعهم قالوا بأنه لن ينصحوا الرئيس بالانسحاب. حتى في
برامج يوم الأحد السياسية في الولايات المتحدة عمد عدد من الديمقراطيين للظهور وأعلنوا دعمهم للرئيس بايدن لاستكمال هذه الانتخابات، حتى أن حملة بايدن أعلنت عن جمع حوالي 33 مليون دولار منذ يوم المناظرة حتى اليوم لحملة بايدن تحديدا، بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي للحزب الديمقراطي شهدت انخفاض حوالي 10% من تأييد للرئيس، تأييد الناخبين للرئيس بايدن ولاستكمال السباق. ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن، تحياتي لك. الوصول إلى جو بايدن كان أمرا صعبا للغاية على موظفي البيت الأبيض منذ اليوم الأول لتوليه منصبه عام 2021 حسب ما تحدثت عدد من المصادر لأكسيوس. في البيت الأبيض يتحكم هؤلاء الثلاثة في الوصول إلى الرئيس: السيدة الأولى جيل بايدن وكبير مساعديها أنتوني بيرنل ونائبة كبير الموظفين آني توماسيني. ظهر الأمر في الرابع من يوليو عام 2021 حينما ظهر بايدن في حديقة الزهور في البيت الأبيض ليعلن الانتصار على فيروس كورونا. بعد ذلك دخل إلى غرفة الخرائط ليغلق الموظفون المقربون منه الغرفة أمام الموظفين الذين من مهامهم مساعدة الرئيس، الأمر الذي تم اعتباره بداية إنشاء حاجز حول أي شيء متعلق بالرئيس. ومنذ ذلك الحين تكرر الأمر، حتى الموظفين الذين يحملون صفة المقيمين في البيت الأبيض لمساعدة الرئيس تم الطلب منهم أكثر من مرة العودة إلى منازلهم. في المقابل يكون وصول أنتوني بيرنل وآني توماسيني إلى مقر إقامة بايدن أمرا عاديا رغم أنهما لا يحملان صفة الموظفين المقيمين. على أي حال ينضم إلينا الآن من واشنطن عبر زوم مات بينت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة لثيرد واي، منظمة ثيرد واي، تحياتي إليك. أسألك هنا مباشرة، يعني هل تسلل القلق للناخب الأمريكي الديمقراطي بعد أداء بايدن في المناظرة الأخيرة؟ نعم بكل تأكيد، ومن الجنون أن ننكر ذلك. حتى البيت الأبيض كان قد عبر عن تلك المخاوف بأنها حقيقية. هي ليست مسألة تتعلق بوسائل الإعلام أو بحملة ترامب، وهي ليست جزءا منها. فكل واحد في الحزب الديمقراطي يدرك أن ثمة أسئلة يجب أن تطرح حول قدرة الرئيس لإدارة هذه الحملة بالطريقة التي يمكن من خلالها هزيمة ترامب. هذا أنه لزام على الرئيس بايدن إذا ما كان سوف يستمر في هذا السباق أن يقوم بفعل المزيد من الأحداث والفعاليات من أجل تبديد تلك المخاوف. طيب سيد بنت، دعنا نكون واقعيين. مسألة استعادة الشعبية المتآكلة بحسب البعض، هذه الجزئية لن تتم بتغيير البرامج الانتخابية، إنما بتغيير المرشح نفسه وهو الرئيس بايدن. هل الحزب الآن جاهز للمضي في هذا السيناريو؟ Well, I know that there's only one. ما أعلمه أن هناك شخص واحد يستطيع أن يتخذ هذا القرار، ألا وهو رئيس بايدن. طريقة عمل هذا الحزب بأنه لا يوجد أي فرصة البتة بأنه يمكن استبداله ضد إرادته وموافقته. إذا ما قرر أن يتنحى واختيار مرشح آخر في اجتماع شهر أغسطس، لكن عليه أن يتخذ هذا القرار لأن الناس يختارون المرشحون من أصل أكثر من 3000 مندوب قانون قد عهدوا بالولاء للرئيس، وهناك مجموعة كبيرة الموالين منه، وقد لا تكون هناك أي فرصة إن لم يكن يرغب بنفسه بالخروج من السباق. طيب دعني أسألك هنا سيد بنت، يعني من هو الشخص المناسب في رأيك للحزب في حال مضى الحزب في سيناريو تغيير المرشح، أو إذا اتخذ بايدن نفسه هذا القرار أنه لن يكمل هذا السباق الانتخابي، وإذا لم يمضي وقام بايدن باتخاذ القرار وهو مواصلة المنافسة، منافسة ترامب في هذا السباق الانتخابي، ما هو المطلوب منه في الفترة المقبلة حتى يرمم هذه الصورة التي اهتزت بعد هذه المناظرة؟
بالنسبة للمرشح الأفضل فما من أحد يعلم من يكون هذا هو المرشح. نعلم من خلال تاريخ السياسة الأمريكية أنه ليس واضحا من قد يكون مرشحا رئاسيا إلى حين أن يتم تسمية أحد من الحكام أو من أحد المرشحين، فكونهم بهذه الصفة فهذا لا يعني بأنهم سوف يكونوا مرشحين للرئاسة. في عام 2004 كنت قد توجهت إلى جيمس كلارك، كان زعيما معروفا وكان له صيت واسع في أوروبا، لكن حملته لم تمضي قدما لأنه لم يمتلك كافة الأساسيات لترشح. هناك أشخاص كثر كنتم قد ذكرتموها في معرض تقريركم، محتمل أن يكونوا بعض المرشحين بدل بايدن لكن لم يتم اختبارهم ولم يدخلوا في الاختبارات التمهيدية. قد يكون من المخاطر أن يتم تسمية أي منهم، لأن لا نعلم إذا ما سوف يكون أقوى من الرئيس، ولكن إذا ما بقي رئيس بايدن في السباق فأعتقد بأنه سوف يكون لزاما أن يفعل كل شيء في قدرته لتحسين ما رأيناه في تلك الأمسية الذي لم يكن مقنعا، وكان من تلك الأمسيات التي أظهر فيها عجزه في إدارة هذا السباق من خلال الاستماع لما قاله الصحفيون وحتى في أعقاب الاجتماعات والحديث التي أجراها. يظهر كله بأنه لديه القدرة لتغيير دفة الموازين. طيب سيد مات، يعني الآن الكل ينتظر قرار بايدن، وهو الذي يجتمع الآن في هذا اليوم تحديدا مع أسرته في كامب ديفيد ليخرج للملأ وربما يقول نعم سأكمل هذا السباق الانتخابي. إذا ما حدث هذا الفعل، هب أن هذا الأمر حدث اليوم وقال بايدن أنه سيكمل هذا السباق الانتخابي، هل من الممكن أن تواصلوا في دعمه أنتم في منظمة ثيرد واي؟ بكل تأكيد ودون أدنى شك، ما من شخص قد يكون أكثر خطرا على مستقبل الولايات المتحدة والديمقراطية وعلى العالم من دونالد ترامب، ونحن سوف نؤازر وندعم أي مرشح ديمقراطي، لأن هناك خيارا للرئيس بالنسبة لعمليات التصويت، أما سوف يكون ترامب أو مرشح ديمقراطي، ونحن ملتزمون بكل جدية بأن نقوم بدعم أي مرشح بصرف النظر عن هويته، وإذا ما كان بايدن سوف نستمر في دعمه ونأمل بأن يظهر العالم بأنه لديه القدرة لفعل ذلك. مات بنت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة لمنظمة ثيرد واي، تحياتي لك. موجز لأهم الأخبار. أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي أن بتسليل سموتريتش مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لأربعة أشهر. يستمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان، إذ نفذ حزب الله سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى وفي الجولان، رداً على استهدافات إسرائيلية لقرى وبلدات حدودية أبرزها حولة التي سقط فيها 3 قتلى لحزب الله اليوم. تصدر الرئيس الموريتاني المنتهي ولايته محمد ولد شيخ الغزواني الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثر من 55% من الأصوات التي تم فرز حوالي 80% منها غداة الاستحقاق الرئاسي بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يمكنه من تولي ولاية جديدة. ذكرت صحيفة الوطن السورية أن اجتماعاً تركياً سورياً سيعقد في وقت قريب في بغداد قد ينجم عنه تفاهمات سياسية وميدانية بين البلدين. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمتابعة أن الاجتماع الثنائي في بغداد سيكون بداية تفاوض طويل، مضيفة أنه يحظى بدعم عربي وصفته بالواسع. تنتهي اليوم المهلة التي حددتها مصر للمقيمين على أراضيها بتسجيل أسمائهم وتسوية أوضاعهم لدى وزارة الداخلية وحرمان غير المسجلين من أي خدمات حكومية. وقال مصدر مصري مسؤول إن بلاده عازم على ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لضوابط الإقامة في إطار مؤسسي ومن دون تمييز بين جنسية وأخرى. تحت الضغط يواصل نتنياهو المناورة بين جبهة عسكرية معقدة في غزة أو لبنان وجبهة سياسية أخرى في الداخل تضغط على الرجل.
قبل قليل يقول نتنياهو إن عملية رفح ستنتهي خلال أيام ليخرج فورا وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ليهدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم إيقاف الحرب. اليوم يقول زعيم المعارضة يائر لابيد إن الحرب في غزة تنتهي من دون إعادة المحتجزين وإن التهدئة باتت هي الخيار الأفضل. يضيف لابيد إن عدم استعادة المحتجزين حتى هذه اللحظة أمر يلخص الفشل الكامل لحكومة نتنياهو. وتأتي تصريحات لابيد بعد يوم من تأكيده عن إجراء محادثة مع أطراف مختلفة منها أعضاء في حزب الليكود من أجل إسقاط حكومة نتنياهو. أما هذا الأخير مشاهدينا فيتجاهل هذا الضغط أو يدعي أنه يتجاهله. نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، القضاء على حماس وعودة جميع مختطفينا وضمان بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى منازلهم. ولمن يشكك في تحقيق هذه الأهداف أكرر، لا بديل عن النصر، لم يسقط محاربون سدى، ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. وأما بالنسبة للمهمة المتمثلة في تحرير مختطفينا فلا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج التي رحب بها الرئيس بايدن. واليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح مختطفينا. الذي يلاحظ لما يقوله نتنياهو مشاهدينا يلاحظ أنه يتعارض مع ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية عن احتمال موافقة إسرائيل على إنهاء عمليتها في رفح مقابل تهدئة بالشمال. وأضافت القناة الإسرائيلية أن التقييم يشير إلى أن الوضع في رفح لن يتضرر إذا تم سحب القوات، على أن تظل القوات موجودة في محوري نتسرين الذي يفصل مدينة غزة عن الوسط وفيلادلفيا على الحدود مع مصر. أما هذا المحور الأخير مشاهدينا فلا يزال يتسبب في أزمة مع مصر التي أكدت أنها لم توافق على نقل معبر رفح أو بناء معبر بديل عنه في ظل رفضها وجود إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه. وأكدت مصر أنه لن يتم تشغيل المعبر إلا بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني منه. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. حرائق غابات واسعة النطاق شرق المتوسط، معاناة تركية يونانية. أهلا بكم من جديد. مباشرة إلى بريطانيا، ثلاثة أيام تفصل البريطانيين عن التوجه لصندوق الاقتراع، ولكن تتعالى أصوات القلق من أن تختبئ اليد الروسية وراء كل بطاقة اقتراع تحاول تشكيل مستقبل بريطانيا. وقد يكون هذا الرجل يد موسكو الطولة في صندوق الاقتراع البريطاني، ناجيل فاراج، زعيم حزب الإصلاح تحت ظلال الشك التي وضعته في مرمى انتقادات نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن. ومما زاد في حدة الانتقادات تصريح سابق لفاراج اتهم فيه الغرب بأنهم السبب في الحرب الأوكرانية، تصريح التقطه داودن واستعمله كتحذير بالقول لا ألمح إلى تواطؤ بين روسيا وفاراج، ولكن أحذر من أي تدخل روسي في انتخاباتنا. لم يقف الأمر مشاهدين هنا، فبينما كان فاراج يخاطب مناصريه من فوق خشبة المسرح ظهرت من خلفه صورة تخاطبهم أيضا ومكتوب عليها إنه يحب بوتين. Are the bad things that we did in our history. And I'm standing up and saying, enough. We should be proud of who we are, where we come from. آخر النتائج مشاهدينا نشرتها مؤسسة أوبينيوم لصحيفة الأوبزيرفر حملت أخباراً سارة لحزب الإصلاح رغم أن العمال حافظوا على تقدمهم، إذ حصل حزب العمال على 40% من الأصوات في حين حصل المحافظون على 20%، بينما حصل حزب الإصلاح على 17% من الأصوات. نوايا تصويت تجسدت في مقاعد البرلمان،
إذ يمكن لحزب العمال تحقيق ما بين 422 و456 مقعدا، وهي واحدة من أكبر الأغلبية في تاريخ بريطانيا. وعلى النقيض تتراوح التوقعات لحزب المحافظين بين 72 و140 مقعدا. أما حزب الإصلاح فقد أجرى قبل 3 أيام استطلاعا خاصا كشف فيه أنه قد يحقق 18 مقعدا في البرلمان. And your blessings will help. Thank you. Thank you. Very nice to see you. It's going to move it right. Should we move it? اندلع حريق غابات كبير في منطقة قريبة من أثينا في وقت تتوقع اليونان موسما صعبا جدا لناحية الحرائق. كما أعلنت إدارة الإطفاء أن العشرات من الحرائق اندلعت في جميع المناطق تقريبا بوسط اليونان وفي عدة جزر، وأن أكثرها سوءا كان في جزيرة سيرفوس حيث تم إخلاء 6 قرى مؤقتا. تشهد هذه الدولة حرائق كثيرة سنويا، ولكن قد يزداد الوضع سوءا هذا العام بعدما شهدت فصل الشتاء الأقل برودة في تاريخها، وأقصى موجة حر مبكرة مع بلوغ الحرارة 44 درجة مئوية. المزيد مشاهدينا من التفاصيل حول حرائق الغابات في العديد من المناطق حول العالم مع الزميلة لميس إبراهيم. حرائق الغابات شائعة في الصيف، لكنها أصبحت أكثر تدميراً في السنوات القليلة الماضية، نظراً لأن فصل الصيف أصبح أكثر حرارة وجفافاً ورياحاً، وهو ما يربطه العلماء بتداعيات تغير المناخ. ففي اليونان تكافح فرق الإطفاء لإخماد حريق غابات النشبة جنوبي أثينا وسط رياح قوية، بعد ساعات فقط من تمكنهم من احتواء حريقين، أحدهما في منطقة جبلية قرب العاصمة والآخر في جزيرة ببحر إيجا. وحفظ الطقس الحار وهبوب الرياح في أغلب أنحاء البلاد نشوب العشرات من الحرائق أو حرائق الغابات، ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن مناطق الغابات. كما تكافح السلطات التركية حرائق غابات اندلعت السبت في عدة ولايات تركية، أبرزها إزمير والعاصمة أنقرة وبورصة. وفي ليبيا أيضا حرائق واسعة النطاق استمرت لنحو 5 أيام متتالية، شهدتها مدينة تراجن الواقعة جنوبي غرب ليبيا، التهمت خلالها مزارع المواطنين وامتدت إلى حظائر الأغنام والدواجن في غياب تام للإمكانيات ومعدات إطفاء الحرائق بالبلدية. العالم الليلة انتهى. القادم خارج الصندوق على شاشة العربية إلى العناوين. انقلاب في فرنسا، أقصى اليمين يفوز في الجولة الأولى وفق تقديرات، وتوقعات بتحقيق الأغلبية في الجولة الثانية، وماكرو يدعو لجبهة موحدة. بعد المناظرة الكارثية لبايدن، مصادر في البيت الأبيض تكشف كيف تم إخفاء حالة بايدن عن الجمهور، وبيلوسي تقول إن ترامب مصاب بالخرف. في غزة المعارضة تتهم نتنياهو بالفشل في تحقيق كل أهداف الحرب، ومصر تؤكد أنها لن تعيد فتح معبر رفح إلا بانسحاب إسرائيلي. مع تبقي 3 أيام على الانتخابات، حزب المحافظين يحذر من تدخل روسي في الاقتراع، بينما تواصل حظوظه في التراجع. إلى اللقاء.